لو الحكاية فيها إن فيديو 14 يوم يعني نقدر ندي ميعاد مبدئي، مش هقول ميعاد مبدئي 15/7 ميعاد كميعاد مبدئي يعني كميعاد مبدئي بس مش اكيد. طبعا انا فاهم طبعا الرصد والمراجعه وحوار التصحيح في حد ذاته. طبعا وبعدين طبعا. احنا تعليماتنا للتصحيح ان خد راحتك في التصحيح براحتك طبعا. ما تضغطش معلم صحيح. ما تضغطش لجنه بتصحح ما صحيح. تضغطش على اي حاجه براحتك عشان يبقى الاداء مميز، لان اي واحد برضو ودي رساله لكل المصححين اي واحد هيثبت عنده اي اخطاء في التصحيح بيحول شؤون قانونيه وبيتجاز. تمام اي حد يعني لو مدرس حرم طالب من درجتين انا من بدايه من درجتين ببتدي احوله شؤون قانونيه وياخد جزم وبحرمه من اعمال الامتحانات بعد كده. فبالتالي براحتك فبالتالي براحتك وخد وقتك واشتغل صح.